كنيسه الست العذراء، واخد بالك ازاي؟ اللي هي الجديده اللي فيها جسد انبا صميل دلوقتي. ايوه. دي اتبنت ازاي؟ فاكر لما كان ابونا اسحاق عاوز يبني كنيسه؟ كان عاوز يبني مش عارف، كان كبر، اصل هو كان كبر في السن. كبر في السن. وبعدين عايز بقى يعمل مسبح. في اوضتين كان يجوا بعض كده. عامل فيهم مسبح ويصلي. وبعدين فضل بقى لما خلص لما يعني خلص المسبح بقى يصلي عليه. ايوه، بس نعرف ان الست العذراء ظهرت لك انت الاول وظهرت له هو. ظهرت لي. قالت لي انا حابه هذا الدير لاجلي طهار صمويل عبدي. يا سلام. ايوه. وقالت لك روح قول لابونا اسحاق يبني لي كنيسه، مش كده؟ بس قالت لي ابونا اسحاق كان عايز ينزل العالم عشان يشوف لازم الدير والحاجات دي. ايوه. قالت له اقعد هنا اهو. واشتغل في ابن اللي قلت لك صورته بقى. بس هو جه قال لك يا ابونا الغرار انا عاوزك اقول لك حكايه، ولا انت قلت له انا عاوزك اقول لك حكايه؟ ايوه، انا شفت بقى الحلم. شفت ايه بقى؟ شفت ان قال الدير حبه الدير لاجلي ولاجل طهار صميل عبدي. طيب. وما اشتغلش من هنا لما بس هو ما مش قال لك. انا شايف انت عاوز تقول لي حاجه يا ابونا الدراوس. قلت له ايه؟ قال لي انت عاوز تقول ان الست العذراء جات لك بالليل وقالت لك قول لابونا اسحاق يبتدي في مباني الكنيسه. ايوه. ويبحث في الحته دي وشاورت لك على المكان. ايوه. وقالت لك ابحث هنا هتلاقي اساسات الكنيسه، مظبوط؟ ايوه. الاساسات اللي قبل الدير. ايوه. مظبوط؟ وبعدين ابتدى هو بقى يفحر، وكان عاوز الست العذراء كنيسه كبيره شويه، هو وقف عند البير وبنى لحد كده. مظبوط؟ ايوه. مظبوط. قالت له خلي البير دي بره الكنيسه. بره الكنيسه. البير اللي هي دلوقتي جوه الكنيسه. البير دلوقتي جوه الكنيسه. لما توسعت ايام ابونا نستاصف. مظبوط الكلام ده؟